سي فود بالكسكسي. ازاي؟ مش عارف، هم قالوا لي اعمل كده. بس انا الله الوكيل ما انا عارف يعني، بس هتطلع هتيجي. طيب اول حاجه بنعمل الكسكسي بتاعي، شويه سمنه او زبده او زيت ومكعب مرق، وادي شويه ملح، هنعمل كسكسي الاول ونحط طاسه على النار تسخن. ده الكسكسي بيجي جاهز، بسخنه زي ما بعمل رز. وعندي شوربة او مية سخنة، بس هو معتمد يعني عشان ما فيش عندي زفر هحط مية سخنة، بعتمد على تسخينه كويس. حطيناها مكعب مرق مع الزبدة مع شوية ملح صغيرين، وادي المية السخنة بتاعتي، ما بزودش المية عشان ما يعجنش، من كل حاجة ليها مقدار. أوطي عليه، مش محتاج مية أو محتاج نار عالية، هيفلفل ويبقى زي الفل. طيب كده أشغل له الشواية عشان نرجع بقى للخليط بتاعنا الجميل. هنعمل شوية صوص للكسكسي بطريقة جميلة جدا، بطريقة جميلة جدا. عندي طاسة على النار، ادي بصل وزبدة، بصل وزبدة، كده قدام مخرجنا الجميل واحنا شغالين. نجيب الطاسة قريبة منه اهو، زبدة مع البصل، وادي التوم، كاري، كمون. الريحة طلعت اهي. ادي السمك بتاعي قطع كبيرة. وادي السبيط البلدي بتاعي، ده جمبري، بصلايه مكعبات كبيرة،
جزر، كوسه، ادي طماطم، باذنجانية، المية السخنة، معلقة طماطم بودرة صغيرة، ادي ملح، فلفل، اغطي عليه اهو كده. حضراتكم طريقه جديده الكسكسي. اشوف بقى الكسكسي اللي انا حطيته بالفلفل ازاي. حاضر اهو.